بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في هذه الحصة التي نلتقي بها مجددا. في هذه الدورة سنتحدث عن كيفية إنشاء قناة بطابع احترافي من الصفر إلى الاحتراف. طبعا أذكر أن هذه القناة، أن هذه الدورة هي خاصة بالمبتدئين، لأننا سنركز عن التفاصيل التي من خلالها يستطيع المتتبع إنشاء قناة بمميزات ومواصفات عالية. إذا نبدأ على بركة الله، فأول شيء نذهب إلى إنشاء جيميل. ندخل نضغط على gmail.com، نضغط على كري ان كونت. تطلع لنا شارتين بوغ موا، اي هذا الحساب لي او لشركتي. طبعا نختار الحساب لي. نكتب اسمنا، ثم نختار عنوانا للجيميل، واختار كلمة المرور، وهنا يوجب أن تكون الكلمة متنوعة، يعني أنها تحتوي على حروف وعلى أرقام وعلى إشارات لكي تكون قوية. كذلك لا يجب أن تكون مثل اسم أو العنوان، عنوان الجيميل طبعا لتجنب اختراق. بعد ذلك نضغط على سويفون، ثم نضع رقم هاتفنا الخلوي لكي تصلنا رسالة لتأكيد حسابنا الجيميل. ننتظر قليلا، ستصلنا رسالة فيها عبارة عن أرقام لتأكيد الحساب. ثم نختار سنة ازديادنا، تاريخ الازدياد. هنا في الخانة الأولى طبعا، إذا كان هناك إيميل أو جيميل قديم يمكنك وضعه هنا من أجل فقط الحماية. ثم تختار صنفك، هل أنت فتاة أو للرجل أو ذلك. ثم نضغط على سويو، وبهذا نكون قد أنشأنا حساب الجيميل بعد أن قرأنا هذه شروط الاستخدام. نضغط على جاكسبت أو موافق بالنسبة إذا كان لنا بالعربية، ثم ننتظر قليلا وبهذا يكون حسابنا تفعل بشكل قانوني. الآن لننتقل إلى مرحلة إنشاء قناة. نذهب إلى youtube.com، ثم نربط حسابنا بجيميل.
بعد ربط حسابنا بجيميل نضغط على هذه الخانة ثم كري ينشئ أو بالعربية إنشاء قناة، نضغط عليها ثم نختار اسم القناة. اسما للقناة إما بالعربية أو بالفرنسية، بما أن دورنا بالعربية سنختار اسم للقناة بالعربية، نسميها مثلا قناة جديدة. مثلا يستحسن ذكر المجال الذي أو الصنف الذي يهتم أو الذي يختص به القناة، يعني كأن نسمي مثلا قناة فلان، يعني اسم، أي اسم كما الآن التعليمية أو ما غير ذلك إذا كان صنفها في التعليم، أو إذا كانت في تخص مثلا الأكلات وما غير ذلك نسميها قناة مطبخ فلان. هكذا يعني تكون القناة عند وزن وثقل جديد، نكون هنا قناة جديدة. ثم نضغط عن كري إنشاء، وبذلك نكون قد إنشأنا قناتنا الخاصة. الآن سنعدلها يعني نعطيها وصفا وما إلى غير ذلك. نذهب إلى بيرسوناليزي لا شين أو إيديت تعديل القناة يابوني غير ذلك، نعطيها وصفا جيد لهذه القناة. نذهب إلى انفورماسيون جينيرال، هذا الوصف عليه أن يكون وصفا دقيقا، كمثلا قناة مرحبا بكم في قناة اسم القناة هذه القناة مثلا قناة شخصية، مرحبا بكم في القناة، ترجع إلى السطر، هذه القناة شخصية تهتم بالمحتوى، مثلا المحتوى الهادف المجالات التي تهتم بها القناة، ثم ترجع إلى السطر، ثم المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس، تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد. إذا كان
لك مثلا الفيسبوك، صفحة خاصة بالفيسبوك مثلا، تذكر فيسبوك، ثم تضع عنوان الصفحة. وإذا كان هناك أيضا مثلا عنوان الصفحة، صفحتك كي يتم عرضه في الديسكريبشن. ثم تضيف انستغرام مثلا اذا كان عندك انستغرام، اذا كان عندك انستغرام صفحة لانستغرام. وهكذا دوالي او تيك توك او ما الى ذلك. بعد الانتهاء من هذا الوصف الدقيق نضغط على بيبلي. الآن لننتقل إلى البراند. في هذا البراندينج نركز على اللوجو أو غلاف أو غلاف الصفحة وشعارها. وكي ننشئ غلاف احترافية نذهب إلى موقع مجاني، أو إذا كنت تستعمل الفوتوشوب يمكنك إنشاؤه من بواسطة الفوتوشوب. لكن هذا الموقع وهو موقع كانفا هو مجاني، بعد أن تسجل به بواسطة الجيميل تذهب إلى سيرش كانفا، تضغط على اللوجو، بعد ذلك تختار اللوجو الذي المناسب لقناتك. يعني هناك العديد من الشعارات و التي يمكنك اختيارها. مثلا نختار بما أن قناتنا جديدة، يعني إذا كانت تعليمية وجب أن تكون يعني وفق، يعني حتى الشعار يجب أن يكون وفق تخصص القناة. مثلا نختار هذا اللوجو أو هذا الشعار، ضمنه شعارا رائعا. هنا نختار مثلا يعني نغير العنوان، غير عنوان مثلا، نكتب قناة جديدة. ثم نختار نوع الخط لكي نضيف جمالية، مثلا مونتيس عربيك، أو هناك خطوط عربية كثيرة. مثلا وضع فقط نكتب هنا أراد، يعطينا خطوطا عربية جديدة رائعة. جيد. ثم نختار الألوان، إذا كان هناك لون يعني نعشق مثلا الأزرق أو أسود، ثم فقط هذا مثال، وأنتم يمكنكم إبداع شعار أحسن من هذا بكثير. فقط نحن نعرض الأمثلة. هناك مثلا
أردت أن تغير اللوجو قناتنا. هكذا ممكن تغيير الخلفية، سلمنا هكذا، وهذا تغير. غير جاذبيته، خلفية لون آخر، تكون رائع وجذاب. بعد ذلك نذهب إلى علامة تحميل ثم الدوران وننتظر التحميل. بعد تحميلها نذهب إلى أمبورتي، نختار المسار الذي وضعنا فيه اشتراك ثم أوكي. هذا وجب أن يكون الخلفية أو خلفية القناة. وجب أن يكون 2048 في 2000 1152. جميلة. نضغط على اوكي. هذا يخص ذلك الشعار الذي يظهر في الفيديو. نضع مثلا عنوان شعار القناة فتظهر على الفيديو، فنختار في أي وقت تكون. طبعا أنا أختار الخيار الثالث ثم نضغط على بيبلي، وبذلك نكون قد انتهينا من تحديد القناة ومن إعطائها وصفا جيدا. طبعا سنضغط على أفيشي رشين أو إظهار القناة، فتكون بهذه الطريقة. وهنا يظهر عناوين الموقع، مثلا هنا فيسبوك وهنا انستغرام. الآن سنذهب إلى تعريف، يعني هذا طابلو دوبورد يكون هنا الفيديوهات وعدد المشتركين وكذلك الذين شاهدوا القناة، وهنا عدد ساعات التي حصلت عليها من مشاهدة الأشخاص للفيديو. هذا يكون عبارة عن، يعني هنا تظهر الفيديوهات ويمكنك تعديله بعد نشره. هنا ديفيزيون اون ديريكت، يعني تلك الفيديوهات التي عملتها
بث مباشر. هنا بلاي ليست، يعني هناك يعني مجموعة من البلاي ليست، هنا فيديوهات التي وضعتها عن شكل بلاي ليست، وهنا الاناليتيك، يعني هذا ما يخص القناة من بيانات، مثلا هنا ابخيتي يعني المشاهدات التي حصلت عليها كوفرتو، يعني كمشاهدات يعني انجاجمون و اوديونس. وهاته تساعدك على معرفة جمهورك وما إلى غير ذلك. هنا بالنسبة للتعليقات، ويمكنك حذف أي تعليق تراه مخالفا لسياسة اليوتيوب. هذا سوتيتخ، إذا أردت إضافة يعني ترجمة للفيديوهات، كأنك تضيف ترجمة إلى هذه الفيديوهات. دغوا دكتور مرتبطة، إذا سرق أحدهم فيديوهاتك فتظهر هنا في هذا الشكل، فيمكنك حذف فيديوهاتك من تلك الفيديوهات الخاصة بك من تلك القناة بالضغط على سبريمي أو ما غير ذلك. مونيتيزاسيون، وهي مرتبطة باستكمال الخطوات، أي يعني هنا تدفع إلى جوجل أدسنس لكي تصبح مشاركا في أرباح يوتيوب عبر أدسنس. إذا أصبحت بهذا الشكل، على هذا الشكل، تصبح مؤهلا إلى مؤهلا كي تصبح من شركاء يوتيوب، وذلك بوصول إلى 1000 مشترك ثم 4000 ساعة ثم بيرسوناليزاسيون. هذه خاصة بالقناة، أي ما يظهر هنا من فيديوهات. ففي الأول يعني أنا تقدم فيديو تقديمي للقناة، أي قناة كيفما كانت، مثلا ندخل إلى أي قناة كيفما كانت، مثلا هذه القناة، فنجد هذا الفيديو التقديمي الخاص بها في بداية، يعني هذا الفيديو هو الخاص بهذه القناة، فيمكنك وضعه هنا. ولكن هذا الفيديو يظهر فقط الذين لم يشتركون في قناتك. بعد الاشتراك في القناة مثلا يظهر فيديو آخر، مثلا نديرو تحديث، يظهر فيديو آخر، يعني كما قلت يعني اختفى ذلك الفيديو، فذلك الفيديو الذي يظهر هو هذا، في هذا الخانة تضيفه، في هذه الخانة سيكون فيديو بوغ لزابوني، يعني تحديد فيديو بالنسبة للأشخاص المشتركين في القناة، والذين لم يشتركوا يعني يظهر إليهم هذا الفيديو الذي رأيناه مثلا هنا، هذا الفيديو الذي رأيناه، وهذا الفيديو يشتغل تلقائيا، يعني يكون اشتغال كما أنتم شاهدون هنا، يعني يشتغل تلقائيا. هذا فيما يخص هاتين الخانتين. ثم نذهب هنا إلى هاتين يعني هنا تخصص قناتك، مثلا هنا فيديو كورت، فيديوهات يعني شورت يعني قصيرة، فيديوهات قصيرة، مثلا سنعطيكم مثالا قناة أخرى، نأخذ قناة أخرى كذا، يعني قناة أخرى مثلا، هنا هاته الفيديوهات هما فيديو كورت، يعني مثلا نحن نضعهم في الفئة التالية. ثم ميز أونلاين، يعني تلك الفيديوهات التي حملتها مؤخرا،
ويمكنك تخصيص قناتك من أجل الانتروكسيون، أو يمكنك مسح هاته وتخصيصها كيفما أردت. مثلا هنا ضغط على سوبريمي لو سيليكسيون ثم سوبريمي لو سيليكسيون ووضع هذا الترتيب كما أردت. مثلا نقول مثلا هنا إذا اخترنا هذا الاختيار يعني الفيديوهات التي عليها نسبة مشاهدة مرتفعة، ثم نضيف مثلا فيديوهات التي كانت على شكل بث مباشر، ثم في الأخير يمكن وضع مثلا بلاي ليست يعني بلاي ليست التي توجد لدينا. هنا ليس لدينا بلاي ليست لكي تظهر، وفي الأخير مثلا أو فيديو كوتس، هذه فيديوهات القصيرة التي أصبح يوتيوب يعتمد عليها بشكل جيد، فهي تنتشر بشكل فيروسي رائع، سنتحدث عنها في هذه الدورة وكيف يمكن استخدامها. بعد الكبلي وإلى فيديو آخر نتحدث فيه أكثر عن الإعدادات المتقدمة.